مرحبا بفضلاتكم، مرحبا كلنا ده الاستاذ الكبير دكتور عمر عبد الكافي، وحسن الخاتمه وسوءها والعياذ بالله. احمد الله رب العالمين واصلي واسلم على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، اما بعد، عليه الصلاه والسلام. اولا حسن الخاتمه هذا يعني ما نبحث عنه كلنا، او ما يجب ان يبحث عنه كلنا، لابد. انت تزرع شجره، لا تظن انك تجني من الشوك العنب، لا تظن انك تظلم الناس ثم تموت يعني يحدث لك حسن خاتمه، لا. يعني الرسول صلى الله عليه وسلم كما قلنا هيأه تفوقه ان يكون واحدا فوق الجميع، فعاش بتواضعه واحدا بين الجميع. هكذا يجب ان نكون، يعني الواحد يجب ان يكون محمدي النزعه، محمدي السلوك، محمدي التصرف. فحسن الخاتمه له محاور وله اسباب. وقد يتعجب الانسان ويقول هل لي انا دخل يعني بموضوع حسن الخاتمه؟ يعني هل هذا شيء مقدر؟ بعض الناس يقولون هذا صحيح، والانسان يعني مخير ام مسير؟ نعم، ونحن وقدر كتب علينا، يعني هذا ما يقوله البعض. نعم، ولكن نحن ك ك ك يعني طالما ان احنا نبحث وندقق ونفهم ديننا حق الفهم، يعني كما قال جعفر الصادق فيما قلنا من قبل، اراد بنا واراد منا، اراد بنا واراد أراد الله بنا وتعالى. الله اراد بنا قضاء وقدرا. نعم، واراد منا عملا، اراد بنا واراد منا. نعم، فما اراده بنا قضاء وقدر طواه عنا، وما أراده منا أظهره لنا. أظهره لنا، فما بالنا نشتغل بما أراده بنا عما أراده منا، ولا يظلم ربك أحدا. خلاص، إذن سوء الخاتمة من فعل العبد للإنسان دخل فيه، كل الدخل، وحسن الخاتمة أيضا من الإنسان بلا شك، لأنه كما يزرع سوف يحصد. ملكه يعني كتب عليه رزقه وشقي أم سعيد، هذا الشقاء وتلك السعادة. هذا علم الله، لانه لا يقع في علم الله الا ما لا يقع في كون الله الا ما يعلم رب العباد، فكيف انه العليم الخبير؟ هو العليم الخبير، هو يعلم. نعم، هو يعلم، ولكن لم يكتب على الكافر كفرا ابدا، لا لا لا، الكافر هو الذي كتب على نفسه بعمله. انك لا تهدي من احببت، نعم، ولكن الله يهدي من يشاء. من يشاء ممن؟ المشيئة لله، من يشاء من البشر، من شاء من البشر ان يهتدي هداه الله، ومن شاء الضلاله فليمدد له الرحمن مدا. ها، إن هديناه النجدين، إما كافرا إما شاكرا، إما شاكرا وإما كفورا. خلاص، يبقى انتهى الأمر. يبقى الهداية هداية العبد، أن يطرق الباب فيفتح له الباب. جاء الصالح، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتدى. نعم، أولئك الذين هدى الله. نعم، الهداية لله سبحانه وتعالى. لا لا، هم طرقوا باب الهداية، ففتح لهم باب الهداية. طرقوا باب الهداية وأناخوا رواحلهم على باب الله ففتح. وباب الله ليس عليه باب ولا بواب. كيف باب الله ليس عليه باب؟ هكذا يعني، هكذا هو باب. يعني باب الله مجازة، مكان مفتوح، مكان سبحان يعني الله لا يغلق. كلمة باب يعني له قفل، رتاج قفل. صحيح، تقولون في اللغة رتاج، رتاج. رتاج ولا يعني هكذا. لكن باب الله باب مجازي، فباب مجازي يعني ايه؟ يعني لا باب ولا بواب، ما فيش ملك واقف على الباب يقول لا ما يدخل ولا لا لا، ما فيش دعوة. فالله عز وجل عندما يشاء للعبد بالهداية، الله عز وجل لما يشاء العبد الهداية، عندما يعني مشيئة الله مترتبة على مشيئة العبد، لأن وإرادته الهداية. لماذا؟ نعم، لماذا؟ لأن رب العباد عز وجل يعني أنزل الشرع، نعم، وعلمه إيانا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتركنا على المحجة البيضاء. نعم، واختار أنت أيها العبد، بالعامية كده، دي سكة السلامة ودي سكة الندامة. هذا طريق الهداية وهذا طريق الغواية. يعني قلنا مرارا ونؤكد ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم لأبي بكر، والسلام، قاله لأبي جهل، لم يزد لأبي بكر ساعة زيادة، لم يختص أبي بكر بساعة، قال تعالى أعطيك درس خصوصي في الهداية، لا، لم يقل لعلي بن أبي طالب تعالى أتكلم معك في الهداية ليل نهار، ولا أكلم عمك أبا لهب إلا دقيقتين اثنين، لا. كما وأوصل المعلومة لعلي أوصلها لأبي لهب، وكما أوصلها لأبي بكر أوصلها لأبي جهل. ما الذي حدث؟ هذا أبو بكر سعى فطرق ففتح فدخل، الثاني أعرض وولى فأخذ ثمن إعراضه فغلق وغلقت في وجهه، خلاص انتهت معه. خلاص، هو لم يرد، لم يرد يا سبحان الله، هو لم يرد. الهداية هداية العبد،
أن يفرغ. لأن لو كانت الهداية مقصورة هنا يقول لك يا فلان لماذا لا تصلي لما ربنا يهدين، يا فلان لماذا لا تتعجب لما ربنا يهدين، يا فلان متى تتوب عن الربا لما ربنا. لا أدعو لنا أن لا لا بدلا من أدعو له فليفرق هو الخطوات. فلان لماذا تدخن؟ والله يا سيدنا الشيخ ادعو لنا. أقول والله دعائي أحد أمرين، يا يستجاب يا لا يستجاب، صح ولا إما يستجاب أو لا يستجاب. لكن إقلاعك أنت عن التدخين هذه الحقيقة الكائنة. قول فصل. هذه الحقيقة الكائنة. صحيح. نعم نعم صحيح. نعم. يعني نوران الآن عكسنا الدالة الحسابية وما يتقي الله يجعل له مخرجا. نعم. احنا قلنا أوجد المخرج ثم نتقي الله بعد. لا ما ينفع. لا لا ازرع شجرة التقوى يأتيك المخرج. تثمر مخرجه. لا نسأل عن المخرج ونحن لم نزرع. أولا هنا هذا العبد يريد أن يمتحن الله. الله لا يمتحن، الله يمتحن عباد، لا أن يمتحن العباد ربه. مش أوجد مخرج عشان التقي. لا لا الله لا يجرب معه. الله يعبد على الحق والحقيقة. ولا طمعا في كرمه ورحمته. لا بس بالعمل بالعمل. قال يا رسول الله أدعو الله أن أكون رفيقا لك في الجنة. قال أعني على نفسك بكثرة السجود، صلي وتعالى وما أشفع عليك. يعني زي ما تقول لابنك إيه يا ابني، المدير المدرسة يعرفني، رئيس الجماعة يعرفني، والأساتذة زملائي، الله يرضى عليك لا تفضحني أمامهم، ذاكر بجد عشان لما أكلمهم يبقى لي أتسند. قول والله ما شاء الله ابنك خطه جميل وإجاباته جميلة ومنمق ومهذب وسلوك، فيعطيك الدرجة. لكن مش عشان أبوك يعني من ضمن الفريق خلاص يعني هيجملوك. لا تنجح. إذن المفهوم من كلام فضيلتكم أن حسن الخاتمة وسوءها مبني على سابقة الأعمال. تمام. تعال بقى نتحدث كيف يحاول الإنسان أن تحسن خاتمة. طيب أول عنصر من عناصر حسن الخاتمة الصدق مع الله عز وجل. الصدق مع الله. أصدق مع الله. يعني أصدق مع الله. أول شيء في الصدق مع الله صدق النية وتجديدها. صدق النية. نية ماذا؟ في أي عمل. نية أي عمل. أي عمل لازم أصدق النية الأول. أقول إيه؟ أنا هذهب لزيارة فلان لوجه الله، لكن ربما يمكن أجد عنده فلان ده دايما يزوره، فأنا لي مصلحة معينة عنده. ما فيش صدق نية. لا مفيش. وابتغي فيما أتاك الله دار الآخرة. ولا تنسى نصيبك من الدنيا في إيه؟ في أن تزرع فيها للآخرة. ولا تنسى نصيبك من ما أكل وأشرب وألبس وعلاقات وتجارات. أنت كل الله هيدي أنت. ولا تنسى نصيبك من الدنيا في زراعة الآخرة فيها. هي كده هي كده. ما ينفعش الدنيا. الدنيا ما تنفصلش عن الآخرة أبدا. ده عند الغرب. إحنا عندنا إحنا الدنيا مصنع ومزرعة والآخرة جني الثمرات. بس فلتزرع في الخير فلا بد من يعني صدق النية في العمل. وكيف تصنع فضيلتكم بالقول اعمل لدنياك كأنك تعيش ابدا؟ ما فيش دي مقولة خيبة ما قال بها احد. ما أليست حديثا؟ لا 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 ولا في كتاب من كتب الحديث ولا حتى في الموضوعات الجوزي لابن الجوزي. ما فيش ولا في الموضوعات حتى. ما عرفش واحد ألفها كده كان ايه كان قاعد بس مبسوط شوي. سبحان الله. صدق النية. صدق النية. تحدثنا عن الإمام مالك لما جاء أبو جعفر المنصور في الموطأ ذكرناها ربما في حلقة سابقة. نذكر بها لا بأس. يعني قال له يا إمام وطئ لنا كتابا، يعني ذلل سهل يسر لنا كتابا. تجنب فيه رخص ابن عباس وشدائد ابن عمر وغرائب ابن مسعود. ابن عبد الله ابن عباس كان يعتمد على التيسير. وابن عمر يحتمل على التشديد. وابن مسعود يأتي بالغرائب التي سمعها من النبي ولم يسمعها أحد. فكتب كتابه الموطأ. وبعدين جاء أبو جعفر في الفقه. في الفقه. وأول كتاب يعتبر يمكن مرجع. طيب. ما شاء الله طبعا. على دعوة لل. لا طبعا. حتى اسمه جميل. الموطأ. اسمه جميل. فلما كتب الكتاب أبو جعفر قال له طب نطبع منه نعمل له نسخ ونوزع أمصار يعني. قال لا أدري مدى صدقي فيه. أنا عايز أكون النية صادق. طب وكيف نعرف نيتك؟ قال ضعوها على سقف الكعبة سنة. إن وجدناه كاملا فهذا دليل على صدق نيتي. إن محيت منه كلمة أو سطر أو حرف جاءوا بعد سنة وجدوه كاملا كما هو. قال صدقت نيتي فيه أمير المؤمنين. خلاص صدق النية ثم تجديدها. نعم. صدق النية ثم ايه تجد. كيف اجدد النية؟ ليه ربنا عمل لي صلوات بين كل بضع ساعات وساعات؟
يعني الساعة 5 تعالى المسجد صباحا، والساعة 12 تعالى المسجد، بعد الساعة 3 تعالى المسجد، والساعة 6 تعالى المسجد، والساعة 8. لماذا؟ قال عشان أجد فرصة لنفسي أن أقف بعد كل صلاة أعمل إيه، أنا عملت إيه من الظهر إلى الصبح، اغتبت فلان لأن أنا ناسي. سبحان الله، أول بأول، أول بأول. لا لا إن شاء الله أتصل به الآن وأستسمح من الأول، من الأول خلاص. سبحان الله. طيب بعدين أجد عصر، شو إيه اللي أنا عملته من الظهر، المغرب، أجي بعد العشاء أجمع اليوم كله. هو أنا ظلمت زوجتي ولا ما ظلمتها؟ أنا فضلت ولد على ولد؟ طب فيه جار يا ترى نايم غضبان من أنا نهرت وعليت صوتي عليه، طب يا ترى الموظف اللي عندي اللي أنا عملت، وهكذا أنام وليس علي إيه جريرة لأحد. وأنا فاضيين لهذا الكلام يا شيخ؟ ده لازم يكون فاضيين كده. أمال فاضيين ليه؟ أمال فاضيين نهجم على أعراض الناس؟ لا، وقالوا العمل يا ابني 5 دقائق. هذا الذي تقولونه يعني جاء وقت طويل. الناس في عمل، الناس في شغل، لا الناس في فوضى. لا لا لا، الناس يا ابني نحن لسنا في غابة، نحن نريد أن نتيقظ لأمر آخرتنا. أمال إيه فائدة برنامج بعد الحق؟ نتوقف، أصدق النية أجددها. كل 3 أو 4 ساعات تقف الإنسان مع نفسه، لابد يراجع. لابد لابد. أرأيتم في مشقة على يا ابني كثيرة. لو أن نهرا يجري بباب أحدكم يغتسل فيه 5 مرات في اليوم، هل يبقي ذلك من درنه شيئا؟ قالوا لا. قال هكذا الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا كما يمحو الماء الدرن. يبقى إذا الناس قد تجديد النية، أنت تجدد النية، تمحو أول بأول، أول بأول، تجي الصفحة بيضاء، صفحة بيضاء. الله عليك. نكد لنا علماء كانوا يكتبوا سيئاتهم في ورقة، في أجندة، في كشكول، في دفتر يكتب، ويقعد يستغفر بالليل، ويقعد يستغفر بالليل، مش يعني يكتبها كتابة إحصاء وخلاص، لا، ويبكي ويبكي حتى رأى أحدهم أن يعني من يقول له في الرؤيا فأولئك الذين يبدل الله سيئاتهم حسنات. يا الله، يعني هم درجاتنا عند الله. بس احنا نكتفي، نقدر، لان لابد. حاسبوا انفسكم قبل ان ايه ان تحاسبوا، وزنوا اعمالكم قبل أن خلاص. حتى الملائكه لما يجي يحاسبوا العبد ده اللي هيجدد نيته يقول قد كفانا مؤونته وحاسب نفسه قبل ان نحاسب. خلاص هو خلص، جاي موزون عمله، جاي نحاول نحاول نحاول، لابد من المحاوله. يبقى اذا الصدق مع الله سبحانه وتعالى وتجديد النيه، صدق النيه مع تجديدها. لازم كل شويه اجدد. نعم، كل يوم اروح العمل، كل يوم يصبح العمل ايه عاده. صحيح. فلا اسال نفسي انا ليه ذهب للعمل، لابد حتى الراتب، حتى اصل على راتب قوي جميل اعيش به عيشه هنيه، وبعدين جميل. وبعدين استمتع بالحياه. لا 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 لا، لا. اجدد العمل انني اعين على حركه دولاب الحياه، حركه الحياه، حركه سير الحياه. أننا مكلف كمسلم أن أعين الحياة على أن تسير بهذا المنطق. هنالك من المسلمين من هو أبسط من هذا، يأخذ الحياة ببساطة شديدة. ما احنا ما هي بسيطة، هي بسيطة. احنا الذين عقدناها، نحن وجدنا في الحياة يعني لنعيشها، لا لنفهمها. مش ضروري نفهم. أنا أفهم شيء واحد بس، أنا موجود في الحياة عشان أزرع فيها خير لأجل خير، وأعمر الحياة بمرضات الله عز وجل. فإذا ألجأت الظروف أحد المسلمين أن يحيد عن هذا الطريق المستقيم، فليعد ويجدد النية ويستغفر مرة أخرى ويجدد ويبدأ صفحة جديدة. وإذا ألجأته مرة أخرى 100 مرة، ما أذنب من استغفر من الذنب ولو عاد إليه 100 مرة، وهذا على الكثرة. طبعا سبحان الله. طبعا, طبعا. ليس هنالك حد. لا 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 لا, 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 لا. استغفر يستغفر. شوف يا ابن آدم، لو جئتني بقراب الأرض ذنوبا ذنوبا يا الله ذنوبا نعم. ثم جئتني لا تشرك بي شيئا لجئتك بقرابها مغفرة. الله. لك الصالح قال ايه؟ نعم. سجد وقال يا رب انا وانت انت، انا العواد الى الذنوب وانت العواد الى المغفره، فعاملني بفضلك ولا تعاملني بعدلك. لا اله الا الله. سبحان الله. لا اله يا رب، هكذا كان يدعو. العباد لك غيري كثير، لكن لا رب لي سواك، فاغفر لي وارحمني. سبحان الله. العباد لك كثير، انا غير، انا 6 مليار لك يا عبد الله، انا ماليش الا انت، ليس لي الا انت. فيتملق الله، يتودد، يتودد إلى الله بهذا المنطق، ينيخ راحلته بهذا المنطق على باب الله عز وجل. فلا بد من هذا موضوع تجديد النية. لازم لازم أتوب أول بأول، أول بأول. هل نحن محاسبون على نياتنا؟ يا الله، قد تسبق نية المرء عمله. يعني أنا أقول إيه؟ إن شاء الله قبل ما ينتهي رمضان أنا أخرج كذا كذا صدقة، ما لها دعوة لا بالزكاة ولا بزكاة الفطر ولا غيره. وبعدين جاءت الامور عطلتني وانا صادق النية، تكتب من هم منهم بحسنه فلم يعملها كتبت له حسنه.
قال يا رب عام المجاعة ورجل بني, بني إسرائيل جبال حصى ورمال وأحجار, بص كده ما في يعطي الفقراء. قال يا رب والله وعزتك وجلالك لو كانت هذه الجبال طعاما لوزعتها على عبادك ابتغاء مرضاتك. قال الله يا موسى بلغ عبدنا أننا قد قبلنا منه صدقة. يا الله قبلنا الصدقة. الله يا أخي الذي يعطي هو الكريم, الذي يعطي هو الكريم سبحان الله. نعم بلى. لما التيئيس من الله سبحانه وتعالى أنه جبار وقاهر وباطش؟ هذا للكافر المستمر المعصية, المجرم الظالم للناس, الحقود الحسود الذي لا يريد خيرا بالناس, اللي ما عنده رأفة على حد ولا رأفة بإنسان ولا بحيوان ولا بيئة, يريد أن يقول أنا مفترس, أنا لا أريده, هذا لا أريده, لكن هذا هو الذي ينتقم منه رب العباد وهو الجبار عليه. لكن العبد يتصف ويعيش مع صفات الجمال لله عز وجل, الرحيم الودود الغفور العفو الستار, هكذا المفروض طبعا. أن نعيش في كنف ورحاب هذه الصفات الطيبة وننقمع ونخاف من الصفات الأخرى, من الصفات الأخرى. نعم. نعم. طيب يعني قد يتساءل متسائل وأنا منهم أيضا, نوعية الذنوب التي يقترفها العبد وبها تسوء الخاتمة والعياذ بالله. طيب. السرقة, القتل, نعم, الزنا, نعم, الغيب, نعم, نعم, إلى هذه كيف يعني يبدل الله سبحانه وتعالى هذه السيئات إلى حسنات, وماذا يصنع العبد في الدنيا؟ نعم. إحنا الأول انت لو صبرت, يعني لو صبرت انت لقلتها انا. يعني احنا كلامنا عن صدق النيه وتجديدها. نعم. تعال كمان لصدق الجوارح, ده برضو مع الصدق مع الله, احنا لسه تحت عنوان الصدق مع الله. صدق الجوارح. صدق الجوارح يعني ايه؟ يعني انت تغسل يديك هكذا. نعم. تمام. مش قالت السيده سكينه عن الامام الشافعي رحمه الله, الشافعي كان يحسن الوضوء؟ صحيح. ازاي يعني ده راجل امام, ده صاحب مذهب, ده طفل عندنا صغير كده يحسن الوضوء؟ قال اه فهمه, يحسن الوضوء الحقيقي. ايه الوضوء الحقيقي؟ ما في وضوء, انا اغسل يدي. هو قال في يدي خضار يعني ايدي نظيف؟ لا, كان العرب تقول نظيف اليد, دي في البلاغه, في البلاغه تسمى ايه؟ كنايه. 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 كنايه عن ايه؟ عن استقامته, انه لا ياخذ رشوه, انه لا يضرب احدا بها. صحيح. انه لا يرتشي, انه لا ياخذ مال حرام. صحيح. انه لا يلمس شيء يحرم عليه. يبقى نظيف اليد من ايه؟ من الذنوب. من الذنوب. من الذنوب. لما اتمضمض, لكن اتمضمض ايه؟ الفم ده سبحان الله العظيم, وانا اتمضمض كده ولا لا داعي للغيبه ولا للكذب ولا للنميمه. هذا هو الوضوء, وضوء الفم هكذا. استنشق, لا اشم ما حرم الله عز وجل. اغسل وجهي, يبقى العين والاذن لا تسمع شرا ولا تنظر الى شر, وهكذا الرجلين وانا اغسلها. هذه الارجل الى بيت الله, الى مجالس العلم, الى مجالس الخير, لصله الرحم, لعيادة المريض, لتشريع الجنازة, للتهنئة بالخير, للتعزية في الشر. حياتي توازنات أخرى. دعك من لنذر مع الإسلام حيثما دار. بس. لنذر مع الإسلام حيثما دار. بس خلينا كده يعني قول في جملة كده. نعم. لنذر مع الإسلام حيث دار. بس. طيب من المحور الثالث من الصدق مع الله الأخير. نعم. تعمير الوقت بالطاعة. أن أعمر الوقت بالطاعة. يعني كل عمل يصير طاعة سبحان الله. قال أحد الصالحين أحتسب عند الله نومتي كما أحتسب عنده قومتي. سبحان ينام لله. تخيل ليه الله. ليه ينام لله؟ لأنه هو لابد أن ينام كي يقوم ليواظب مرة أخرى على الطاعة. نعم. وليفتح صفحة جديدة من التعمير الدنيا بأمر الله وبفضل الله وبطاعة الله وبكرم الله وبقانون الله. ثم أن أنام, لأن بعض الناس نومهم في ذاته عبادة. الظالم هذا. لا يعني طبعا لأنه طالما موجود يقول لك نام أحسن. عامل زي الطفل إيه الصياح. الطفل دايما صراخ يعملوا في إيه؟ يقول يهدهدوا فيه ويهدوه لغاية ما ينام. الحمد لله نعم. وده مش مؤذي إلا في الصياح فقط. صحيح. الثاني ولا مؤذي في كل شيء. فنومه أفضل. نوم الظالم. أنا أعمل الوقت بالطاعة. الناس سبحان الله يعني يظهر أثر هذا أثر هذه الطاعات في إيه؟ في سلوكياتي مع الناس. لان انا انت مالك بصلاتي؟ معذره, صلاتي بيني وبين ربي, لكن صلاتي ما نهتني عن الفحشاء وعلى المنكر وعلى البغي, فلا صلاه لي. ايه فائده الصلاه؟ هذه نقرا وتلك اخرى. لا ما ينفعش. كان الرسول يقول لمن حنظله هذه ساعه وتلك ساعه. لا 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 لا, لا ده هو بس ايه انهي ساعه بتاعت حنظله. وحنظله يقول لما نكون معاك نشعر اننا نطير في السماء. تمام. نعم. فلما نعافز النجوم نعود الى الدنيا. نعم. هي مسألة انه طاعة درجة 100%, فلما يسيب الرسول يطيع 95%, هو عايز 100%, يقول له
مرة 95 ومرة 100%. آه. مش مرة. لا مش مرة 100% ومرة بالناقص 100%. لا. مش مرة دي نقرة ودي نقرة. لا لا لا. هو على قمة يعني الصحابة ظل الرسول يرفع في إيمانياتهم حتى صاروا فوق الأفق. عليه الصلاة والسلام. واستمر سيرهم هكذا فوق الأفق. سبحان الله. بس كده. جميل. ها؟ طيب إذا كانت طبيعة الحياة الدنيا من حيث العمل مثلا تعرقل الإنسان عن أداء العبادات تحديدا الصلاة في وقتها طبيعة العمل لا شيء يعطل الإنسان عن وقت الصلاة. بفضل الله وقت الصلاة خمس أوقات ما بين كل وقت ووقت، ولك ساعة في الوقت، في أول الوقت وفي وسط الوقت وفي آخر الوقت، ولك كذا عدة ساعات، وما فيش عمل في الدنيا إلا وفي راحة في المستقبل. أشوف ما في عمل 10 ساعات مرة واحدة ما فيش. إذن في نظر فضلاتكم ما العذر الذي تقبله مصادر الشريعة الإسلامية في تقصير العبد في فريضة فرضت عليه؟ الموت. جزاكم الله خيرا. وصلت كده؟ صحيح. المصر. خلاص يبقى مش كان حي. رحمه الله. بس صحيح. نسأل الله أن يرحمه. يعني غير كده لا. طيب هناك محاور مع. نعم. يعني كما جددنا النية نجدد التوبة. تجديد التوبة. نعم حسن الخاتمة أجدتها. عارفوا جدد التوبة من ماذا؟ هو. من معاصي الجوارح ومعاصي القلوب أو كبائر الجوارح وكبائر القلوب. نسردها عناوين سريعة. يا ريت. تعال القلب. إيه الكبائر اللي في القلب؟ الكبر. والعياذ بالله مصيبة الكبر، العجب، الرياء، الأمن من مكر الله. لا لا على رسلك على رسلك. أنت تكتب. أنا نكتب على رسلك. نتعلم. الكبر. الكبر. العجب. العجب. الرياء والعياذ بالله. الرياء يعني امام الناس يصلي على مهل وفي البيت والعياذ بالله يظلم زوجته في البيت ويتكلم عن حسن التعامل مع الزوجات امام الناس. الحقد والعياذ بالله. ساتر. الحسد. الحسد والعياذ بالله. سنتوقف. طيب الحسد. الامن من مكر الله. الامن من مكر الله. والقنوط من رحمه الله. القنوط من رحمه الله. بس. طيب ثم عدم الخوف من الله. عدم الخوف من الله. طيب ادي كبائر القلب. الكبر. ها معروف. معروف. العجب. ها والعياذ بالله. معروف. ها الرياء. كما الرياء البراء الذي يعني يظهر امام الناس بصوره وهو على غير حقيقته، او يعمل ويشرك مع الله في العمل امرا اخر. يعني يجد رئيس المصلحه راح يصلي الظهر ولا ما شاء الله عليك انت رجل صالح وانا وراك، واذا غاب انت تصلي لما؟ هذا براء. هذا براء. هذا براء. الحقد. والعياذ بالله رب العالمين. ما هو الحقد؟ أن تضمر للناس شرا، وأن تعتبر نفسك ذئبا والناس أمامك شياه كما قلنا في حلقة الأمس، وتترقب من الناس أي ثغرة من دم حتى تهجم عليها. يا ساتر. يعني هذا الحقد. الحقد حقود والعياذ بالله رب العالمين. أليس الحقد من مخلوقات الله سبحانه وتعالى؟ لا بس هو الإنسان هو الذي ينميها ويكبرها. طب ما الثعبان من مخلوقات الله. ها والنمر من مخلوقات الله. لو رأيناه نقتله. طيب لكن موجود عند في قلوب الناس ولا مش موجود؟ والعياذ بالله. الحقد ينمى. ليس مخلوقا هكذا جملة. لا 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 لا, لا هو الذي ينميه، لأن لا لأنه إنسان يعني لم يمتلئ قلبه بالإيمان بعد. لأن الحقد ده عامل زي الحقد والحسد والرياء والعجب، ده عامل زي إيه؟ زي الخفافيش أو البوم. نعم. والهوام التي في بيت مغلق. خرب. فتح الأبواب، دخل أشعة الشمس، خلي تيار الكهرباء تيار الهواء النقي يدخل، تهرب هكذا. اذا دخل نور الايمان الى قلب العبد انقشعت كل هذه الافات كلها. نعم. الحسد. والعياذ بالله ان تتمنى زوال نعمه الغير. الامام الشافعي يقول: الا قل لمن بات لي حاسدا، اتدري على من اسات الادب؟ نعم. اسات على الله في صنعه، لانك لم ترض لي ما وهب، فجزاك ربي بان زادني وسد في وجهك باب الطلب. سبحان الله العظيم. يا سلام. يعني انت سبحان الحسود كالنار. ثانيه على رسلك. طيب. مولانا على رسلك. لا لا لا. هذه ابيات جميله ودرر عظيمه. الله يرضى عنكم يا رب. الا كل من بات لي حاسداً اتدري على من اسات الادب؟ يا سلام. اسات على الله في صنعه، لانك لم ترض لي ما وهب. نعم. فجزاك ربي بان زادني وسد في وجهك باب الطلب. بأن زادني وسد في وجهك باب الطلب. باب الطلب. والحسود عنده مصيبتين. نعم. الحسود عنده مصيبتين. مصيبتان عند الحسود. مصيبتان. ما هي؟ المصيبة الأولى أنه أولا ناقم
على عدل الله في الكون. معقول؟ كيف يا ابويا؟ ما هو زعلان انت خدت وظيفه وما اخدش. انت خدت رتبه اكبر الناس تحبك ولا تحبه، الناس تقبل عليك ولا تقبل عليه. واذا كان هو يرى في نفسه كفاءه لهذا، هذه مصيبه اخرى. ده حسد مع كبر. حسد مع كبر. انت تعقد الامور يا شيخ. دي مصيبه. دي مصيبه. المصيبه الثانيه، خذ المصيبه الثانيه. نعم. ياكل في نفسه اذا راى نعمه جاءت اليك وانت غير، وانت خدت الذهن منه. يعني هو نام في انت نام في بيتك مستريح وجاء لك خير، الناس تدعو لك، تحبك، تستمع اليك، يعني تاخذ وظيفه، تاخذ مركز اجتماعي، تاخذ خير معين، وهو قاعد سبحان الله. قال العلماء كالنار تاكل نفسها ان لم تجد ما تاكله. صبرا على كيد الحسود فان صبرك قاتله. كالنار تاكل بعضها ان لم تاكل ما تاكل. بعدين ايه، الحسود ليس عنده مقام الرضا ابدا حتى لنفسه. كشارب البحر، الحسود كشارب البحر لا يجده شرب الا عطش. كل ما يجد نعمه عند الغير سبحان الله. كان العرب كان في يعني ليس لي معذره ان اتمنى ان اكون مثلك مثلا. هذه غبطة. هذا حق مشروع. هذه غبطه. غبطه. هي طب ما هي الغبطه؟ ما هي الغبطه؟ ان اتمنى ان اكون كفلان في العلم، في 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 الدين. لا اتمنى زوال النعمه من عنده. اتمنى ان تزول النعمه من عندك إليه. او الام الحاسدين من يتمنى ان تكون مثله. الله اكبر. تخيل العرب كان عندهم جماعه فريق من الحساد، دي شغلتهم. نعم. شغلتهم يحسدوا، يقول له تعالى انا عايزك تحسد نقد فلان. والحسد له اناس معينه. والعياذ بالله. فالحسود يقول له ائتني باللحم، بلحمها، جزء من لحمها، واثق 100% بعد خطوات النقد. لا. ان الحسد ليدخل الرجل القبر ويدخل الجمل القدر. ليدخل الرجل القبر ويدخل الجمل القدر. يا الله. بس احنا لا، بس احنا ايه، لا نعول على الحسد كثيرا. ليه؟ يعني ما نحطش حياتنا فلان اول ما يدخل عندنا الموضوع ينقلب، وانا زوجتي اتخانق فيها ويحصل مشكله واضرب ابني عينه. لا 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 لا، احنا لو اكتشفنا له عين صفراء. لا لا، ما اذا اكتشفنا ان فلان كلما يعني هو حسود بطبيعته او يظهر هذا عليه سبحان الله، اذا ظهر لنا هذا فاول ما نشوفه كده نقول ما شاء الله لا قوه الا بالله. هذه تبطل الحسد ان شاء الله باذن الله. ونكبر كما ورد في سوره الكهف، ونكبر لولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله. او نكبر، يعني من الحسود نفسه يقول، هو الحسود يقول، الحسود يقول ازاي يا ابني، الحسود هو شغلته كده، الحسود شغلته يحسد. طب واذا اراد انسان من نفسه الا يحسد احد، هو نفس القضيه دي، يقول ما شاء الله لا قوه الا بالله. كل ما يشوف نعمه، كل ما يشوف نعمه لما يسمع كده يشوف بيت جميل يقول ما شاء الله لا قوه الا بالله. اما يعني منين هذا؟ والعياذ بالله رب العالمين. ولا نريد ان نخوض في قضيه الحسد كثيرا، انه موضوع كبير. لا، الغبطه انا نعول عليها كثيرا اذا تمنيت هذه. المؤمن يغبط، اسمع حبيبي، المؤمن يغبط والمنافق يحسد، هذه مقوله. طب ماذا يصنع المؤمن اذا اعجبه شيء؟ ماذا اقول؟ اللهم ارزقني مثل ما رزقت فلان. نحن نغبطك ولا نحسدك. الله يرضى عليك، الله يرضى عنك. لا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. لا يعني عايز تشوف للرجال نصيبهم مما اكتسبوا وللنساء نصيبهم مما اكتسبوا. واسألوا الله من فضله، لان اللي اعطى هذا المال هذا هو الباب. لا، الله يرضى عليك. نسأل الله سبحانه وتعالى. ليه هو اعطى له مال؟ يعطيني اخي خزائنه لا تنفد، اعطاه علم يعطيني، واتمنى له الخير وربنا يزيدني. سبحانه. ولا ان شكر هشكر ربنا على النعمه. الامن من مكر الله، هذا مرض من امراض القلوب. واحد والعياذ بالله رب العالمين ليس له لا في الصلاه ولا في الزكاه ولا عمل الخيرات، تساله ازاي الحال؟ الحمد لله تمام، ايماني ما شاء الله، يعني لو وزع على المسلمين المليار و300 كلهم يدخل الجنه ان شاء الله. هذا امن من مكر الله. ولا تجد امنا من مكر الله الا كل خاسر، لا يامن مكر الله الا القوم الخاسرون، والعياذ بالله. لا، الا الامن من مكر الله، لمصيبه كبيره من الكبائر. مهما صنع العبد لا يامن. سبحان الله. الصحابة الذين بشروا بالجنة ازداد خوفهم، ما ازداد أمنهم. صح. أبو بكر الصديق كان لا آمنوا مكر الله. تمام. ولو كانت إحدى قدمين. تمام. قالوا متى الراحة يا عثمان؟ سألوا ذي النورين. سألوا ذي النورين متى الراحة؟ قال عندما تصير رجل اليسرى بجوار اليمنى داخل عتبة الجنة. بس هو الراحة. غير كده ما فيش راحة. شوف نظرة. لما يدخل رجليه الاثنين. القنوط من رحمة الله. والعياذ بالله، ناس كثير، والقانط إنسان قد يكون كثير الذنوب،
لكن يجب أن يسأل نفسه هل ذنوبي أكثر أم عفو الله؟ فعفو الله أكبر. بارك الله فيكم. عدم الخوف من الله سبحانه وتعالى. لما الخوف يتبخر من قلب العبد خلاص بقى يعد المحارم يعني سبحان الله لا يخاف. أليس هذا مكتوبا عليه في السابق علم الله سبحانه وتعالى في القضاء والقدر في صحيفته أنه سوف يصنع كذا وكذا؟ معلوم 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 عند الله. ما الفرق بين القضاء والقدر؟ مكتوب معلوم معلوم. الله يعلم. الله ما كتب الكفر على كافر ولكن علمه. والكافر الذي كتب الكفر على نفسه يجي يوم القيامة لو مكتوب ولا لا. وأنت لو كتبتني في الشهداء مع أبي بكر وعمر أنا كنت كويس. لا، ما كتب عليه هو علمه لأنه العليم الخبير علمه. والعبد خط بنفسه قدره. قدره أيوة، القضاء من قبل الله سبحانه وتعالى. أول عبد سبحانه بأعماله بأعماله هذه هي التي خطت له هل هو من أهل النعيم أم من أهل الجحيم. طب ماذا صنع الأعمى حينما ولد أعمى؟ لا، ده ابتلاء من الله عز وجل. والأبكم والأخرس حينما ولده هكذا؟ لا، ده مسألة أخرى. لا، أنت دخلت كده في سكة تانية. لأن الله يريد به خيرا، فلما حرمه من نعمة البصر ماذا صنع به؟ قال الله لقد سلبت حبيبتيك في الدنيا، هذا وجهي أبيحه لك تنظر إليه بكرة وعشية، لا أجد لك جزاء أكثر من هذا. يا سلام، وده أعلم. هذا حديث أم هذا؟ هذا حديث قدسي. إذا سلبت حبيبتي عبدي لا أجد له جزاء إلا أن أبيح له وجهي، وهذا أعلى ثواب في الجنة. جميل. الجنة للجنة. جميل. الأعمى ده ولد هكذا لكي يكرمه رب العباد. وربما لو كان هذا الأعمى مبصرا لربما افترى بعينيه. مكتوب في اللوح المحفوظ سيرة ذاتية لكل إنسان منا بالرزق، وهذا من ضمن الرزق. طب وأنه سوف يصنع كذا في يوم كذا ويصنع كذا ويصنع كذا، هذا في علم سابق علم الله. هذا في علم الله، لابد أن نفرق. هل هذا في سابق علم الله؟ بمعنى سابق علم الله أنه يعني سبق في علمه أن الله سبحانه لأنه العليم يعلم هذا المخلوق الذي خلقه ماذا سيصنع يوم كذا. لكن العبد يأتي ليصنع أو لا يصنع هو مخير، خلقه بعقله هكذا هكذا هكذا. أنت برجليك هتروح المسجد ولا تذهب للسينما؟ ها، أنت حر. وخلق عقلي وأعطاني هكذا، وهذه أمانة. خلقك متصل بالدين وخلقني بعيد عن الدين. لا 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 لا، طرق الإنسان الباب فيستر الله الإيه شال العقبة. يعني الخلقة أصل واحد، كلها واحدة واحدة، وخلقنا على الفطرة. احنا نزيم من بطون امهاتنا صفر من السيئات، صفر، ثم ننشئ في حسنات او سيئات. وصلت؟ نعم، بارك الله فيك. طيب ايضا من حسن الخاتمة المسارعة الى الخيرات. كل ما نجرب خير ما توناش. لا شوف، لا تؤخر المعروف حتى في الدنيا. خرج النبي صلى الله عليه وسلم فوجد العباس وابا بكر وعمر على الباب. نعم. على باب رسول الله منتظرين يدخل المسجد، مش راضين يزعجوه. قال فيما تتحدثون؟ فيما كنتم تتحدثون؟ هم أما كانوا يعملون يا شيخ، كان عندهم عمل. أبو بكر كان تاجر وعمر كان جلوس أمام الباب وجلوس في المسجد وجلوس في بيت العلم. ما شاء الله، كان مجلس العلم. كان هم العرب يعمل لغاية الظهيرة، وعندهم الظهيرة العصر قيلولة. لو كان عنده عمل آخر يروح، ما عنده عمل جاح، وربنا يحط البركة. يا عمي ده عملوا إحصائية في دولة إسلامية وجدوا العامل يعمل 27 ثانية المسلم. هل هذا مسلم يا رجل؟ في الدول الإسلامية؟ في دولة إسلامية والله. عمل إحصائية. ماذا نتذرع به؟ العمل والعمل. وجدوا يعمل العامل، وجدوا الموظف العربي المسلم هذا في أحد الدول الإسلامية يعمل 27 ثانية. هذه إحصائية من مؤسسة محترمة. نثق فيها. سبحان الله. فقال فيما تتحدث؟ كل ما كنتم تتحدثون. الرسول عليه الصلاة والسلام. قال كنا نتحدث في المعروف يا رسول الله. قال وماذا قلتم؟ شوف 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 المعلم. قال أبو بكر قلت إن خير المعروف تعجيله. خير المعروف تعجيله. نعم. وقال عمر وأنا قلت يا رسول الله إن خير المعروف ستره. نعم. وقال العباس وأنا قلت إن خير المعروف تصغيره، يعني صغاره ده أنا ما عملت الشيء. فقال صلى الله عليه وسلم إن في المعروف الثلاثة، إن عجلته هنأته، وإن سترته تممته، وإن صغرته عظمته. يا سلام، عظمته. نعم. المسارعة في الخيرات. ثم اتباع السنة. اتباع السنة. سنة النبي صلى الله عليه وسلم. الناس فكر السنة دي يعني ركعتين. السنة دي موضوع كبير. الله، ألا إني أوتيت الكتاب ومثل أن أقتفي أثر رسول الله. عليه الصلاة والسلام. ما خان الرسول أحدا قط.
ما كذب قط، ما تهجم على أحد قط، ما يعني سبحان الله ما افترى على أحد، يعني سبحان الله يكون هو قدوة صلى الله عليه وسلم. ثم تذكر الآخرة، الله الوعد الحق. الوعد الحق، لا لا يدم الوعد الحق سبحان الله، يعني لابد سبحان الله العظيم يعني المنجي حسن الخاتمة، إصلاح عيوب النفس، إصلاح كل واحد فينا له عيوب كما قلنا في حلقة الأمس. اعرض نفسك على الكتاب، اعرض نفسك على السنة، اعرض نفسك على عالم رباني، اعرض نفسك على أخيك المسلم الذي إن رآك غافلا ذكرك وإن رآك ذاكرا أعانك. بارك الله في فضلاتكم.